السلام عليكم باشمهندس وليد، حضرتك موجود؟ اه موجود حضرتك. طيب حضرتك ممكن تجرب تعمل السلام شيء عليكم سريع؟ ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا دكتور، يا مرحبا. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب حضرتك ممكن تعمل شير سكرين واقدم حضرتك علشان نبدأ؟ يا مرحبا، يا اهلا وسهلا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرحب بالسادة الحضور، وأرحب طبعا بباشمهندسنا الكبير أستاذ وليد منصور بركات، وطبعا حصل على بكالوريوس الهندسة من مصر سنة 98 وماجستير إدارة الأعمال MBA، وحصل على شهادة البي إم بي سيرتيفايد فروم معهد البي إم أي، وعضو الهيئة السعودية للمهندسين ومهندس مستشار، وعضو نقابة المهندسين المصريين، وعضو المنظمة الدولية لإدارة المشاريع البي ام اي، وعضو الجمعية السعودية للهندسة المدنية جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ومحاضر ومدرب بالعديد من المؤتمرات والفعاليات الهندسية، ومدير مشاريع بمكاتب الاستشارات الهندسية ومشاركات المقاولات في مصر والسعودية. أهلا ومرحبا بحضرتك يا دكتور، وطبعا إن شاء الله هتكون محاضرة ممتعة وجميلة زي عادة حضرتك. تفضل يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم من رحاب بيت الله الحرام، من أم القرى مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، أن يزدنا علما، ويعيدنا عز وجل من عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا بكم اليوم مع موضوع من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع الهندسية، واللي بتثير قلق العديد من الأطراف المشتركة في إدارة وتنفيذ المشاريع الهندسية، وهو موضوع التغييرات أو الـ Change Order أو الـ Variation Order، وإدارة هذه التغييرات عبر مسيرة المشروع. وربما من الممارسة والزملاء الأفاضل الموجودين معنا وجربوا ومارسوا إدارة المشاريع، سواء كانوا ممثلين للمالك أو المالك نفسه، أو كانوا الطاقم الفني عبر عنه بالمهندس، أو كانوا فريق المقاول، فإن موضوع التغييرات التي تطرأ على المشاريع أثناء تنفيذ المشاريع من المواضيع المتشابكة والتي تسبب اضطراب وقلق وأحيانا خلافات، وربما يتطور الأمر إلى النزاعات حول طريقة تسوية هذه الأمور وتيسيرها بالشكل المطلوب في مسيرة المشروع. علشان كده برزت الحاجة مع زيادة الخبرات والمعارف والعلوم لوضع منهجية أو آلية تحترم ويعترف بها لإدارة هذه التغييرات عبر مسيرة المشاريع، اللي بنسميها إدارة التغييرات بالمشاريع الهندسية. في هذه الدورة اسمحوا لي أن نقسمها على جزئين، لأن الموضوع يعني يحتاج إلى وقت يعني. ف جزاهم الله خيرا الإخوان القائمين على المبادرة، توفقنا معهم إن احنا يعني نقسم المحاضرة أو الموضوع إلى جزئين، جزء اليوم والجزء الثاني إن شاء الله رب العالمين يوم 18 خميس بإذن الله تعالى. هنتعرف خلال هذا الطرح على شروط إصدار أوامر التغيير، على الصلاحيات ومستوياتها وتوزيعها على الفرق المشتركة في تنفيذ المشاريع الهندسية. هنتعرف معا على أنواع أوامر التغيير، كما سنتعرف على دورة حياة طلب التغيير، وده إن شاء الله رب العالمين هيكون بكرة بإذن الله تعالى.
وخلونا نبدأ النهاردة مع بعض حول مفهوم التغييرات في المشاريع الهندسية وأهمية أوامر التغيير وأسباب التغيير في المشاريع الهندسية وتصنيف التغييرات في المشاريع الهندسية ومعرفة الفرق بين أوامر التغيير والأعمال الإضافية وطريقة حساب الوفر والزيادة أو ما يعرف بالمناقلة. وننهي اليوم بإذن الله تعالى إذا الوقت سمح بتأثير أوامر التغيير على سير المشاريع الهندسية. إدارة التغييرات بالمشاريع الهندسية، قلنا إن إحنا النهاردة إن شاء الله رب العالمين نبدأ بالمفهوم والأهمية وأسباب التغييرات في المشاريع الهندسية وتصنيف التغييرات في المشاريع الهندسية والفرق بين أوامر التغيير والأعمال الإضافية وحساب الوفر والزيادة أو المناقلة، ونختم اليوم إن شاء الله تعالى بتأثير أوامر التغيير على سير المشاريع الهندسية. ده الجزء اللي نتناوله بكرة بإذن الله، اللقاء القادم يوم الخميس إن شاء الله. نبدأ مع بعض في التعرف على مفهوم التغييرات في المشاريع الهندسية. التغيير سمة أساسية من سمات المشاريع ملازمة لها وملاصقة لموضوع المشاريع، فمن النادر أن تجد مشروع يتم تنفيذه وإنهاؤه وفقاً لما خطط له. فالتغييرات بتخلق خلال مسيرة المشروع زي ما قلنا تحديات دائمة أمام أطراف المشروع، سواء كان المالك أو المقاول أو الفريق الفني الذي عرف في الفيزيك بالمهندس. وقلنا برضو أن التغييرات تعتبر مصدر من مصادر الاضطراب والقلق في مسيرة تنفيذ المشاريع، علشان كده محتاجين دايماً أن يكون في رؤية وفي آلية وفي استراتيجية للتعامل مع هذه التغييرات دائماً تكون موجودة في عقود المشاريع وكراسة الشروط والمواصفات. ومش دايماً التغييرات بتكون ذات أثر سلبي أو تأثيرها مقلق ومربك لفريق العمل، لكن في كثير من الحالات التغيير بيكون ضروري ومهم لتحسين أداء المشروع ووظيفته ولتصويب العيوب التي تتضح خلال مسيرة المشروع سواء في التصميم أو في التنفيذ، ومعاملة المشروع مع ظروف الموقع الذي يتم فيه تنفيذ المشروع. تعرف التغييرات في المشاريع الهندسية على أنها اتفاقية مكتوبة، ويفضل دائماً أن تكون التغييرات مكتوبة للحفاظ على الحقوق بين المالك والمقاول لإحداث مستجدات في المشروع. تكون هذه المستجدات إما تعديلاً أو إضافة أو حذفاً أو تبديلاً ضمن نطاق العمل المحدد في العقد بين أطراف المشروع المالك والمقاول، ولا يكون التغيير تغيير في نطاق العقد نفسه وفي مضمون العمل المتعاقد عليه. فإذا كان الأمر تغييراً في النطاق بيلزم في هذه الحالة إجراء تعديل في العقد وعمل ما يعرف بملحق العقد. فأمر التغيير الـ Variation Order أو الـ Change Order هو وسيلة قانونية متاحة، وربما تكون الوسيلة المتاحة الوحيدة حسب مقتضيات العقود التي يمكن بها تغيير في العقود ومقتضيات العقود. عملية التغييرات في المشاريع الهندسية هي أمر شائع الحدوث ومتكرر، لدرجة أن جميع العقود بتنص في إحدى فقراتها أو أحد بنودها على حق المالك في إحداث التغييرات التي يراها مناسبة
قبل أو في مدة التنفيذ، وبالتأكيد إحداث تغييرات بعد تسليم الابتداء المشروع ليس ذا معنى، وإن كان من الأمور الخلافية اللي بتتطرق لها المحاكم كثيراً موضوع استحداث تغييرات بعد التسليم الابتدائي ومدى مسؤولية المقاول عن إحداث أو تنفيذ هذه التغييرات. لكن الأمر المستقر تعاقدياً وخلال المسيرة السابقة لمفاهيم وإجراءات إدارة التغييرات، إن التغييرات وأوامر التغيير وتنفيذ هذه التغييرات ينتهي بانتهاء مدة تنفيذ المشروع. ومن ذلك على سبيل المثال إحداث زيادة في كميات العمل يعتبر من التغييرات، أو حذف جزء من الأعمال المسندة إلى المقاول، أو تغيير في إجراءات وأساليب التنفيذ، أو تعديل في بعض مواصفات المواد، أو تغيير مدة التنفيذ إلى غير ذلك من التغييرات، مع ارتباط أي نوع أو عملية من عمليات التغيير بعملية اعتماد التغيير ضمانا لحقوق جميع الأطراف وتحديدا لمسؤوليات كل طرف عما يحدث من تغييرات في الموقع أو في المشروع. العقود دائما ومعروف ان عقود المشاريع الهندسيه فيما يعني اصطلاحا يطلق عليها عقود ادعاء، فتمنح عقود المشاريع الهندسيه دائما المالك صلاحيه التعديل بكميات العقد سواء بالاضافه او الحذف في حدود نسب معينه تقرر في العقد دون الحاجه لتعديل في قيمه البنود او مده تنفيذ المشروع. لكن بالتأكيد بيترتب على هذه التغييرات تغيير في القيمة الإجمالية للعقد بالزيادة والنقص، والعقود بتختلف من بلد إلى آخر، ففي بعض البلاد بيترتب على الموضوع ده زيادة في كميات كل بند على حدة بنسبة معينة، نقول مثلا 10% زائد زيادة و 10% نقص. وبعض البلاد زي المملكة العربية السعودية مثلا العقد كمجمل بيتعاملوا معاه بالزيادة في حدود 10% والنقص في حدود 20%، لا يترتب على هذه التغييرات، وإن كانت في معناها هي تغييرات وحسب نص العقد هي تغييرات وحسب أداء المقاول هي تغييرات، لكن لا يترتب عليها لا اختلاف في الأسعار ولا زيادة أو تغيير في مدة تنفيذ العقد. زي ما قلنا ان انظمه المنافسات سواء قوانين المشتريات الحكوميه او نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه او قوانين المناقصات والمشتريات في كل بلد من البلاد بتحدد نسبه معينه من التغييرات متاحه للمالك، وبتحدد برضو اليه طبقا للقوانين والانظمه للتعامل مع التغييرات التي تتفاوت في نسبتها عن النسب المقرره تعاقديا. يعني التغييرات لو زادت عن 10% بتحدد ليها آلية للتعامل معها، وكذلك التغييرات لو قلت عن 20% مثلا بتحدد طريقة التعامل معها بشكل مختلف عما هو منصوص عليه في اللائحة أو في النظام، إنه التغييرات في حدود معينة لا تتضمن تغيير في سعر البند ولا تتضمن تغيير في مدة تنفيذ الأعمال. بعض الأنظمة في بعض البلاد، وكنا في مصر بنطبق ذلك، إنه أنظمة المناقصات الحكومية بتجري نسبة التعديل لكل بند على حدة. بعض الأنظمة بتتعامل مع العقد كوحدة واحدة. ما زلنا مع مفهوم التغيير، والفيديك أو دليل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين عرف في البند 1169 في الريد بوك فيديك المختص بعقود الإنشاءات التغيير بأنه أي تغيير في الأعمال التي يتم التوجيه بها أو الموافقة عليها من صاحب الصلاحية سواء المالك أو من يفاوضه
يتم التوجيه بها أو الموافقة عليها كتغيير بموجب الفقرة 13 من الفيديك ريد بوك التي تتعلق بالتغييرات والتعديلات. طيب الفقرة 13 بتتكلم على التغييرات، ودول إن التغيير يشمل التغييرات في كميات أي بند من بنود العمل المدرجة في العقد، مع الإحاطة طبعاً إن هذه التغييرات قد لا تشكل تغييراً بالضرورة، يعني حسب العقد الذي تم التعاقد فيه بينص على نسبة زيادة محددة في الكميات لا تمثل تغييراً في الأسعار أو في مدة تنفيذ المشروع. التغييرات حسب الفيديكريت بوك بتتكلم على تغييرات في الجودة والخصائص لأي عنصر من عناصر العمل، يعني لو إحنا بنستخدم نوعية معينة من المواد، يعني غيرنا نوع الدهانات من نوع إلى آخر، غيرنا نوع البلاط من نوع إلى آخر، غيرنا نوع الأخشاب إلى عنصر آخر مثلا في الأبواب إلى عنصر آخر من العناصر المثال أو غير ذلك، فده يعتبر تغييرا في خصائص المادة. أيضا التغييرات في مستويات أو وظائف أو أبعاد أي جزء من الأعمال، على مستوى الوظيفي غيرنا الغرف إلى حمامات، غيرنا المطابخ إلى أوفيسات أو غير ذلك، غيرنا الأبعاد المنشأ كامل أو غيرنا أبعاد جزء منه، غيرنا في مستوى الأعمال السيراميك درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة غير ذلك من التغييرات، أو غيرنا في المستويات على المستوى المساحي، رفعنا 45 سنتي قللنا 30 سنتي علشان خاطر مناسيب الرصيف أو غير ذلك، كل هذه من التغييرات التي يجب أخذها بالاعتبار عند إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية وعدها الفيديك ريد بوك من التغييرات. عمليات الإلغاء، إلغاء أي عمل لم يتم تنفيذه أيضا من التغييرات، وكذلك إزالة أي عمل تم تنفيذه يعتبر أمر تغييري في الموقع. أي أعمال أو تصنيع أو مواد أو خدمات إضافية ضرورية للأعمال الدائمة مرتبطة بنطاق عقد المشروع، بما في ذلك إجراء اختبارات إضافية، حفر آبار أو عمل طرق للوصول إلى الموقع أو غير ذلك من الأعمال الإضافية، لكنها مرتبطة بنطاق عمل المشروع وبتساعد في إنجاز عقد المشروع، فهي أيضاً من التغييرات التي يشملها إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. التغيير في البرنامج الزمني أيضاً من التغييرات التي يشملها إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية، وتعتبر من الأهمية بمكان. واحنا يعني ان شاء الله بكره واحنا بنتعامل مع المطالبات، يمكن بند المطالبات فات الزملاء وفاتني عند مراجعه البروشور بتاع الدوره انه مش مذكور، لكنه البند الاخير هو المطالبات الخاصه باوامر التغيير. فالتغيير في تسلسل او توقيت تنفيذ الاعمال ايضا من الامور المتعلقة بالمطالبات، واللي بيترتب عليها أحياناً أعباء مادية زي تكلفة تعطل المواد أو تأخير الأعمال أو غير ذلك من التكلفات المتعلقة بالتايم كوست أو كوست أوف تايم حسب المصطلح اللي حضراتكم بتستعملوه، لبيان إن الوقت يساوي تكلفة ما يجب أن تراعى وتحسب من ضمن تكلفات أو تكاليف أوامر التغيير. في ملاحظة بسيطة لكنها مهمة، إن الـ Change Order أمر التغيير هو نفسه الـ Variation Order، والمصطلحين متساويان في المعنى ومتبادلان في الاستخدام، ولا يوجد بينهما فرق تنفيذي أو تعاقدي يعني في استخدام أي من المصطلحين، Variation أو Change Order الاثنين واحد.
طيب اتعرفنا بسرعة على مفهوم أوامر التغيير أو مفهوم التغييرات في المشاريع الهندسية. طيب خلينا نعرف إيه أهمية أوامر التغيير في المشاريع الهندسية، وليه بنحتاج وجود أوامر للتغيير في المشاريع الهندسية، وليه هي صفة ملازمة للمشاريع وملاصقة لها، ويعني تعاقديا يجب إدراج مثل هذا الأمر في عقود المشاريع. طيب تتيح أوامر التغيير لصاحب العمل تلافي أي نقص أو خطأ، وهناك فرق بالتأكيد بين النقص والخطأ في التصميم، وكذلك تعطيه أوامر التغيير الحرية في إضافة أي فكرة إيجابية يمكن أن تكون في مصلحة المشروع، تساعد في سرعة إنجازه وتقليل تكلفته وزيادة الفائدة المرجوة من المشروع. بالتأكيد الهدف من أوامر التغيير هو تجنب الحاجة لإبرام عقود جديدة خلال مسيرة المشروع أو إلغاء العقد الأصلي كلما ظهرت تغييرات أثناء تنفيذ المشروع، لأن زي ما قلنا واتفقنا مع بعض إنه التغييرات هي جزء من طبيعة العقود أو المشاريع الهندسية، فوجود آلية أو منهجية أو طريقة لإدارة التغييرات في المشروع بتساعد على الإسراع في إنجاز الأعمال، كما تساعد من التخفيف من التكاليف ضمن تكاليف المشروع. أيضا مما يجب الاهتمام به إعطاء مفهوم أوامر التغيير حيزا كبيرا من الأهمية والدراسة، لذلك يجب أن يتضمنها كل العقود ويكون لها بند خاص يضمن الحصول على أفضل النتائج المرجوة من هذه الأوامر ضمن نطاق عقد المشروع. إهمال أوامر التغيير بالتأكيد يولد خلافات ونزاعات كبيرة بين الأطراف المشاركة بالمشروع، ويكون باب للنزاع بين هذه الأطراف وربما حصول طرف على حقوق ليست له من طرف آخر، أو يعني مبالغة من طرف في تقدير أتعاب أو تكاليف أعمال معينة قام بها ليست مشمولة بعقد المشروع. فأهمية وجود الآلية أو المنهجية أو الإجراءات في عقد المشروع التي تضمن إعطاء أوامر التغيير الأهمية المنوطة بها يكون سبب رئيسي في منع وجود أي خلافات أو نزاعات تترتب على وجود تغييرات بالمشروع خلال مسيرة المشروع. بالتأكيد في مشاريع كثيرة بيحدث فارق زمني كبير بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ، خلال هذه الفترة الطويلة بين التخطيط والتصميم ومرحلة التنفيذ تحدث احتمالات كبيرة للتغيير نظراً لتغير الظروف والقوانين والسوق عما كان متفقاً عليه ومخطط له قبل دراسة المشروع أو تصميمه أو طرحه للتنفيذ. فأوامر التغيير من ضمن الأهمية إن هي بتساعد فريق العمل في المشروع على تجنب والاستفادة من آلية معينة لتخطي هذه الأزمة التي تتعلق بزيادة الفترة الزمنية بين تصميم المشروع وطرحه وتنفيذه على الطبيعة. لذلك تعد أوامر التغيير هي المنفذ والسند القانوني لإحداث تغييرات في بنود المشروع تكون في مصلحة المشروع، وليس بالضرورة أن تكون في مصلحة طرف من أطراف المشروع على حساب الطرف الآخر، وإنما تصب في مصلحة المشروع ككل، وبالتالي في مصلحة جميع الأطراف المشتركة في تنفيذ المشروع. طيب برضو من أهمية إدارة التغيير في المشاريع الهندسية إن هي بتساعد فريق العمل في الاستفادة من كافة الموارد
والإمكانيات المتاحة في المشاريع في السيطرة على منظومة العمل واستهداف تحقيق المشروع للهدف المخطط له، وعدم خسارة أي فرصة من فرص تعظيم الفائدة المنوطة بتنفيذ المشروع. توجيه جهود العاملين لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من تلك الموارد من ضمن الأهميات التي تترتب على عملية إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. المساعدة طبعاً بتساعد أوامر التغيير في وصول العمل للأهداف المخطط ليها من تلك المشاريع، لأنه زي ما قلنا لحضراتكم ربما أثناء مرحلة التصميم والتخطيط والطرح والترسية الفايدة من المشروع لا تكون واضحة لجميع الأطراف بما فيهم المالك نفسه، لكن مع تطور المشروع ووجوده ككائن حي أو جسم حي على الطبيعة تبتدي تتضح المزيد من الأفكار المتعلقة بطريقة وصول المشروع لهدفه وتحقيقه للمطلوب منه بأقل تكلفة وأفضل جودة وأسرع وقت. بالتأكيد أوامر التغيير من أهميتها أنها بتساعد فريق العمل للوصول لأهداف العمل وربما تعظيمها وتعظيم الفائدة المرجوة من المشروع، وأحيانا تساعد في إضافة قيمة مضافة إلى المشروع additional value تتضح خلال مسيرة تنفيذ المشروع. الفقرة اللي فاتت وضحت لحضراتكم حاجة كل الفرق العاملة في المشاريع لوجود آلية ومنهجية لإدارة التغييرات في المشاريع الهندسية، لكن خلينا نتكلم في الفقرة اللي هنبتدي بيها لماذا نحتاج لوجود مثل هذه الآليات؟ إيه الأسباب التي تدعو إلى التغيير؟ واسمحوا لي الزملاء على الشات، ما شاء الله في كتابات كثيرة، لكن اسمحوا لي نخلي فقرة النقاش نخلي فقرة النقاش إذا أذنتم لي في نهاية المحاضرة، ويكون إن شاء الله المجال مفتوح لحضراتكم للتساؤلات وطرح ما ترونه في هذا الموضوع والاستفادة من خبراتكم وتنقيح ما ترونه من المواد المعروضة أمام حضراتكم حول إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. نتكلم مع بعض حاليا حول الأسباب التي تؤدي إلى إحداث تغييرات في المشاريع الهندسية، وبالتأكيد أول هذه الأسباب هو نقص الدراسة والتخطيط للمشروع، وربما يكون هذا النقص ليس تقصيرا من أحد ولكنه لظروف مرتبطة بطبيعة المشروع. ويمكن الزملاء اللي اشتغلوا في مشاريع تعتمد على النماذج أكثر احتكاكا بمثل هذه التغييرات وعاشوا تغييرات كثيرة ربما تخرج بالمشروع عن نطاق كراسي الشروط والمواصفات وجداول الكميات الموجودة للمشروع مسبقا، لأنه سواء استخدام هذه النماذج في مشاريع المدارس أو في مشاريع المراكز الصحية أو في مشاريع النقاط الأمنية أو في مشاريع الفروع الإدارات والوزارات أو غير ذلك من المشاريع اللي بتعتمد على النماذج، بيكون كل موقع له طبيعته وله ظروفه المختلفة عن النموذج المعتمد مسبقا. فحضراتكم تخيلوا، يعني أنا اشتغلت على مشروع 400 مركز صحي، وأكيد في زملاء اشتغلوا على مشاريع مدارس زي مشروع الألف مدرسة أو خزانات المياه أو غير ذلك من المشاريع. كل موقع من 400 مركز مختلف عن الآخر في ظروفه الموقعية، عن التربة، جسات التربة بتاعته مختلفة عن المواقع الأخرى مما يستدعي حدوث تغييرات، طريقة الوصول إليه وارتباطه بالشوارع، منسوبه على الطبيعة سواء مرتفع عن الشارع اللي بيمثل مدخل أو منخفض،
وتغيير في كميات الحفر وكميات الردم نتيجة لذلك أو غير ذلك من الظروف الموقعية اللي بتترتب يعني بتترتب عليها تغييرات مختلفة من كل موقع عن الآخر، واستحالة نجمعها جدول كميات واحد، وبتمثل يعني آلية إدارة هذه التغييرات فرصة نجاح للمشروع، وأيضا قد تكون إذا أهملت ولم تدار على الوجه المطلوب هي سبب في فشل المشروع وعدم تحقيقه للمستهدف منه. وشفنا حضراتكم قد إيه مشاريع كثيرة تعتمد على النماذج في إعدادها وتنفيذها، ولما يحدث تغييرات نتيجة الظروف الموقعية الموجود فيها كل موقع تتأخر المشاريع لفترات طويلة لعدم وجود آلية لإدارة هذه التغييرات، وبيتقل الفائدة المرجوة بالتأكيد من هذه المشاريع نتيجة عدم تنفيذها في الوقت المطلوب. يعني لو مشروع زي الألف مدرسة وتأخر منه عدد من المدارس أكيد بتأثر على الطلبة المنتظرين وجود هذه المدارس وكثافة الفصول، وربما ينتج عن ذلك يعني أعباء أخرى على المجتمع وعلى البلد بالكامل نتيجة أنه ما كانش فيه آلية أو منهجية لإدارة التغييرات تتناسب مع طبيعة كل موقع في المشاريع الوطنية أو القومية التي تعتمد على استخدام النماذج. ايضا شفنا انه بعض الفنادق مثلا او بعض المستثمرين بيبني مبنى على انه فندق ويحط تصميم خاص له بهذه الفكره، ويراعي الاشتراطات الموجوده في كل بلد لعمليات بناء الفنادق والاستثمارات الفندقيه، لكن لما يجي يأجر هذه الفنادق على مشغلين أو برندات عالمية بيفاجأ أنه محتاج لإجراء تغييرات كثيرة تتوافق مع المستويات التي وضعتها هذه البرندات هيلتون شيراتون غير ذلك من اشتراطات خاصة بهم لا تتقاطع أو ما فيش منها تعارض بينها وبين الاشتراطات الموجودة لدى الهيئات التي أخذ منها التصريح، لكن هي مستويات بيضعها كل براند فندقي لمشروعه أو للفنادق المشغلة بواسطته. وحدث هذا كثيرا في مشاريع الاستثمارات الفندقية، لما بيجي يأجرها على مستثمر أو مشغل براند عالمي بيحدث تغييرات قد تكون كبيرة ومكلفة تحتاج بالتأكيد لإدارة فنية لإدارة التغييرات في مثل هذه المشاريع. فعملية نقص الدراسة والتخطيط من الأمور التي تتسبب في إحداث تغييرات بنسبة كبيرة، وإن كان معظم وإن لم يكن معظم التغييرات بسبب وجود نقص في الدراسة والتخطيط للمشاريع. بعض المشاريع بيترك للمقاول تصميم بعض الأجزاء أو عمل التفصيلات الخاصة بهذه الأجزاء من كل مشروع، وبالتالي ربما يترتب على ذلك نتيجة عدم وجود دراسة لهذه الأجزاء بالأساس يترتب عليها وجود تغييرات كبيرة، وبالتأكيد هذه التغييرات تحتاج لإدارة فنية تساعد على تلافي أي أثر سلبي لمثل هذه الأمور. وإحنا شفنا بالتأكيد مشاريع كبيرة بيترك للمقاول إن هو يصممها، من ضمن المشاريع اللي أنا شخصياً اشتغلت عليها كان مشروع صرف صحي، وإنت محتاج إنك تربط دايماً في شبكات الصرف الصحي على نقطة مصب، ونقطة المصب دي لازم تكون في أوطى نقطة قدر الإمكان، وإلا بتحتاج لزيادة محطات رفع عبر مسيرة الشبكة اللي أنت بتنفذها وخطوط نقلة، وده بالتأكيد بيأثر على المشروع من ناحية الكميات والأسعار، وبيمثل تغيير مترتب عليه إنه نتج نتيجة إن المالك ترك هذا الجزء ولم يقم بالدراسة اللازمة له، وتركه للمقاول لما يسلم المشروع يرفع الأعمال المساحية والخطوط على الطبيعة ويعيد ويقوم بتصميم هذه الأجزاء. بالتأكيد مش معقول حساب هذه الطبيعة
الموجودة في الموقع في جداول الكميات بالشكل الكافي والوافي حيث تستوعب هذه التغييرات، وبالتأكيد ده جزء يعني يعود إلى نقص الدراسة والتخطيط للمشاريع. نتيجة نقص الدراسة والتصميم في المشاريع بنتوقع وجود بعض الأخطاء، وعلشان كده لازم يكون عندنا آلية لإدارة التغييرات التي تساعد على تلافي أو تعديل وتصحيح هذه الأخطاء. وجود خطأ أو نقص في التصميم والدراسة، والخطأ هو عنصر لم يظهر على النحو الصحيح في الدراسة، بينما النواقص فهي عناصر غابت عن المخططات أو المواصفات أو الاشتراطات أصلا وكان من المفروض أن تكون موجودة. الافتقار إلى التخطيط الدقيق وعدم إعطاء مرحلة الدراسة والتخطيط الأهمية اللازمة لها، مما يتسبب في وجود نقص في الدراسة، يترتب عليه وجود كمية كبيرة من التعديلات والتغييرات في المشروع. تحدث دائما عمليات أخطاء في تقدير الكميات، ولا يتم تقدير الكميات بشكل جيد أو دقيق أو قريب من الواقع، ولا إنه وجود تغيير في الكميات ده شيء منطقي ومستوعب، لكن لما يكون الفرق كبير فمعناه أن هناك نقص بالتأكيد في الدراسة، وربما تم عملية حساب الكميات بطريقة غير فنية اعتمدت على الذاكرة أو الخبرة أو الاستسهال أو اعتماد على معدلات ربما تكون غير منطقية أو واقعية استخدمت في حساب كميات المشروع. أحيان كثيرة ونتيجة ضعف التنسيق بين التخصصات المختلفة بيحدث عيب في دراسة المشروع، فيحدث تضارب في المخططات والرسومات وشروط الموقع بين الأقسام المختلفة. وربما حضراتكم تعرضتم في مشاريعكم اللي مارستموها لوجود مثل هذه الأخطاء أو وجود مثل هذا التضارب بين الزملاء. يعني أشهر الصور اللي احنا بنشوفها المرتبطة بالزملاء في الميكانيكا والكهرباء وشغل زملائي في التخصص في الأعمال الإنشائية والمدنية، وبنجد ان الزملاء في الكهرباء احيانا او الميكانيكا بيحتاجوا لمرور كابل او ماسوره او غير ذلك من المرافق بطريقه ما تتعارض مع السلامه الانشائيه للعناصر الانشائيه الموجوده، والصور دي بالتاكيد مشهوره ومتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بكثره خاصه روابط المهندسين. فالموضوع لو خد حقه من التنسيق بين الأقسام المختلفة وتم عمل كوردينيشن بين المخططات والرسومات وأيضا بين الاشتراطات والمواصفات في الكراسة شروط المواصفات ومخططات المشروع، بالتأكيد كان حجم التغييرات هيكون أقل وكان يمكن تلافي مثل هذه الأخطاء الكارثية أحيانا وتلافي جانب كبير من التغييرات والتعديلات التي تتم على المشروع. أحيانا بيكون عدم الترتيب، ويقصد بالترتيب هنا الترتيب الزمني في تنفيذ بنود العقد، بيكون أحيانا تطرح المشاريع مثلا على مراحل، فيكون هناك مثلا جزء من المشاريع مرتبط بالبدرومات وجزء مرتبط بالادوار العليا، وعدم وجود ترتيب خاصه في الاعمال الالكتروميكانيكال. شفنا الموضوع ده اكثر من مره لارتباط الاعمال ببعضها واهميه ترتيب هذه الاعمال على بعضها والترابط بينها، وعدم مراعاه هذا الترابط والترتيب سواء في المواصفات أو في البرامج الزمنية بشكل جيد يعتبر نقص في الدراسة وبيزيد من فرصة حدوث تغييرات في المشاريع الهندسية.
كده يا اخوانا احنا اتكلمنا انه السبب الاساسي وربما صاحب نسبه كبيره من حدوث تغييرات او احداثها هو موضوع نقص الدراسه والتخطيط للمشروع. اما السبب الثاني او الاحتمال الثاني لمثل هذه التغييرات بالتأكيد تدخل الجهة المالكة، خصوصا لما يكون هذه الجهة ليست فنية بالأساس أو ليس لديها الطاقم الفني المتخصص الذي يستطيع إبداء رأي أو إضافة جيدة أو فنية للمشروع، فتدخل الجهة المالكة بيكون مسؤول عن نسبة كبيرة تلي نقص الدراسة والتخطيط في النسب المتسببة في حدوث تغييرات في المشاريع الهندسية. فعدم خبرة الجهة المالكة وإصدارها تعليمات متناقضة أو حدوث رغبة في إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع تغير حاجتها وهدفها من المشروع عبر مسيرة تنفيذ المشروع، أو لتغير ظروفها المالية أو ظروف المجتمع أو الحاجة للمشروع أو تغيرات السوق، وأحيانا لرغبة الجهة المالكة في سرعة إنجاز الأعمال والتي قد ينتج عنها تجاوز قيمة العقد المالية، ويكون ذلك على أشكال من حدوث تعديل على المخططات والمواصفات من قبل الجهة المالكة في المناسيب والأبعاد وتوزيع الأماكن واستخدام المواد وغير ذلك من التعديلات التي قد تكون مقترحة من المالك يترتب عليها تغييرات في المشروع. أيضاً ربما لحاجة المالك مع الظروف الموجود فيها المشروع في تغيير تسلسل أو توقيت تنفيذ بعض الأعمال، بعض الأعمال بيكون مجموعة من المباني على مراحل معينة، تظهر حاجة ماسة لدى المالك إنه مستعجل على تنفيذ جزء من المباني قبل جزء آخر. بعض الإخوان هنا في مكة المكرمة يكونوا حريصين على إنتهاء الأعمال في موسم قبل موسم العمرة وقبل موسم الحج، والاستفادة بهذه المرافق والمنشآت في هذه المواسم. هذه التغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الأعمال بالتأكيد يترتب عليها تغييرات في المشروع وتغيير في خطة العمل وربما تغيير في كميات والبنود والمواصفات وغير ذلك من التغييرات الأخرى. أيضاً قد يحتاج المالك لإضافة بنود وأعمال جديدة مرتبطة بنطاق المشروع، إضافة مواقف مثلاً معينة، زيادة عدد المواقف السيارات، استخدام مواقف متعددة الأدوار، تقسيم محلات مثلاً، زيادة التقسيمات للمحلات أو غير ذلك من البنود والأعمال الجديدة. أيضا يترتب على تأخير إعطاء المالك للردود والموافقات أو تأخيره في تسليم موقع العمل للمقاول أو جزء منه على حدوث تغييرات في المشروع. الطرف الثالث المشترك في تنفيذ المشاريع وهو الجهة المشرفة. إذا كان عندنا المالك يمثل الطرف الأول كما إن المقاول والطرف الثاني، فإن الجهة المشرفة أو المهندس أو الفريق الفني الموجود في الموقع يمثل الطرف الثالث ويكون أيضاً متسبباً في بعض التغييرات التي تحدث في المشاريع، زي يعني قلة خبرة هذه الجهة في التعامل مع المشاريع والاعتماد في إسناد المشاريع والإشراف عليها لفرق
أقل في الخبرة وأقل في التكلفة ينتج عنها عدم قيام هذه الفرق بالتنسيق الجيد بينها وبين المالك في تنفيذ الأعمال وترتيبها وتتتبعها، وعدم إدراكها لمفهوم المشروع نفسه وحاجة المالك ليه وأهميته عنده والفايدة الوظيفية المرجوة من المشروع. على الجانب الآخر، تأخر الفريق الفني في الرد على استفسارات المقاول أو اعتماد المخططات التنفيذية أو المخططات المعدلة أو اعتماد المواد أو غير ذلك من الأمور اللي بتأخر فيها الفريق الفني، بتأثر على سير المشروع ويترتب عليها زيادة نسبة التغييرات في المشروع. أيضا دراسة المقترحات والتعديلات المقدمة سواء من المالك أو من المقاول، وتأخير الرد وهذه الدراسات من قبل الجهة المشرفة بيترتب عليها تغييرات في المشروع. وقلنا أن العوامل دي مرجعها الأساسي وقلة خبرة جهاز الإشراف. بالتأكيد الحقوق المالية والتدفقات المالية من الأمور المهمة في المشاريع واللي بتساعد على انتظام العمل في المشاريع الهندسية، وتأخير الجهاز الفني لاعتماد المستخلصات الشهرية يؤدي بالتأكيد لتباطؤ معدلات الأداء بالمشروع وزيادة الحاجة لإحداث تغييرات في المشروع. طيب المقاول كطرف ثالث من أطراف عملية تنفيذ المشروع، هل بيكون سبب في إحداث تغييرات؟ بالتأكيد كلما زادت خبرة وإمكانيات المقاول كلما قلت فرصة حدوث تغييرات في المشاريع. علشان كده معظم التغييرات اللي بتترتب على المقاول مرجعها بالأساس هو قلة خبرة المقاول وتصرفاته التي يقوم بها في الموقع، قد تؤدي إلى حدوث تغييرات في التكلفة والزمن للمشروع وإصدار أوامر تغيير مرتبطة بالزمن أو بالتكلفة، ناتجة هذه الأوامر بالأساس عن الحاجة لإصلاح ومعالجة أخطاء المقاول التنفيذي. كما تنتج أوامر التغيير في الموقع أو في المشروع نتيجة عدم قيام فريق المقاول بالتنسيق اللازم وعلى الوجه المطلوب مع جهاز الإشراف أو مع المالك أثناء تنفيذ الأعمال، مما يزيد الحاجة لإصدار أوامر تغيير لتعديل الأوضاع بالموقع. الأسباب الناتجة عن ظروف الموقع، بالتأكيد زي ما تكلمنا ووضحنا لحضراتكم إن ظروف الموقع من الأسباب التي تؤدي إلى صدور أوامر تغيير، وبالأساس مرجع هذه الأسباب هو ضعف الدراسة والتنسيق والتخطيط في بداية إعداد المشروع وعدم التحقق بشكل جيد وكافي من مواصفات موقع المشروع. وقلنا إن الأمور دي بتزيد كلما زادت مشاريع النماذج زي المدارس، المستشفيات، المراكز الطبية، المراكز الأمنية، غير ذلك من المشاريع خزانات المياه العلوية والأرضية، غير ذلك من المشاريع التي بتعتمد على النماذج. فبيتم طرح نموذج بجدول كميات مثالي ولا يتم التحقق من الموقع على الطبيعة، وربما يكون الموقع بالأساس غير متوفر أو غير جاهز لهذا المشروع ولسه خاضع لمفاوضات مع جهات أخرى لتوفير موقع مناسب. نتيجة ذلك بتزيد فرصة حدوث تغييرات في المشاريع نظرا لاختلاف ظروف الموقع، خاصة ما تحت سطح التربة لو ما تمتش عمليات جسات التربة بشكل فني وعلى الطبيعة، نجد إن في اختلاف، ظهرت طبقة صخرية، ظهرت مياه جوفية على أعماق مختلفة، لا التربة انتفاشية وتحتاج إلى إزالة وعمل إحلال أو غير ذلك من خصائص التربة التي تختلف في الموقع عما هو في وثائق العقد.
وجود عوائق طبيعية أو مادية، عدم وجود طرق، عدم سهولة الوصول للموقع، انخفاض منسوب الأرض الطبيعية في الموقع أو ارتفاعه عن المناسيب التصميمية أو غير ذلك من الأمور التي تتسبب في حدوث تغييرات في المشاريع بشكل كبير. ظروف الجو والمناخ، ربما مناطق معينة تحتاج لعزل معين متناسب مع الظروف الجوية والمناخية فيها، ومناطق أخرى تحتاج لعزل مختلف، مناطق منخفض الحرارة، مناطق التفاوت والتباين بين البرودة والحرارة خلال فترات المشروع أو فترات استخدام المرفق أو المنشأ سواء طريق أو مبنى بتكون كبيرة. بالتأكيد من الأمور التي لو لم يتم دراستها بشكل وافي بيترتب عليها زيادة فرصة حدوث تغييرات في المشاريع الهندسية. الموقع أيضا كموقع عام أحيانا بيحتاج للاهتمام والدراسة، المنطقة التي يتم فيها تنفيذ الموقع تحتاج أيضا إلى اهتمام وإلى دراسة بشكل كافي، لأنه ربما يكون في منطقة حضرية بتتوفر فيها جميع المواد، خلاطات الخرسانة، محاجر الرمل، الوكلاء للمضخات وغيرها من الأنظمة الأخرى، توفر الأجهزة الكهربية غير ذلك. بعض المواقع بتكون من الصعوبة بمكان توفر هذه المواد فيها، وكان يجب أخذ طبيعة الموقع أو المنطقة الجغرافية اللي موجود فيها المشروع بالاعتبار عند دراسة المشروع، ويكون ذلك من ضمن الأسباب التي تزيد من حدوث تغييرات في المشاريع الهندسية. طيب، اللوائح والأنظمة